ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بسرعة وجدية كبيرة مع منشورات تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها صور لشخص يحمل جروحا ومشفوعة بعبارات يستفاد منها أن هذا الأخير كان ضحية لعملية سرقة بالعنف بمدينة صفرو. وقد أوضحت إجراءات البحث المنجزة أن هذه القضية عالجتها مصالح الأمن بمدينة صفرو بتاريخ 24 نوفمبر الجاري، وأنه جرى ضبط المشتبه فيه الذي كان في حالة تخدير متقدمة وعمل على ضرب وجرح الضحية بواسطة شفرة للحلاقة، حيث تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بغرض الكشف عن جميع الظروف وملابسة هذه القضية وتحديد دوافعها الحقيقية. هذا وقد أكدت تصريحات الشهود والتحريات التي باشرتها الشرطة القضائية بمدينة صفرو أنه خلافا لما ورد في المنشورات المتداولة فالقضية لا تتعلق بحالة للسرقة، وإنما بقضية موضوعها الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض تورط فيها المشتبه فيها الذي يعاني من خلل عقلي. وقد أحالت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو المشتبه فيها على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، وذلك بعد استكمال مجريات البحث القضائي المنجز على خلفية هذه القضية. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.